من جدد الصباح لكم مشاهدينا، وسوا رح نبدا باولى فقراتنا الحواريه لهيدا اليوم. رح نحكي فيها عن منطقه مميزه جدا بمدينه اللاذقيه، كتار اللي ما صارت لهم فرصه وزاروا هيدا المكان اكيد تابعوا على الصور وعلى صفحات يعني لها علاقه بالاماكن الجماليه بمحافظه اللاذقيه، هي مدرسه بوقه الزراعيه. فاتن تماما، هيدا المدرسه يعني اضافه لكونها مكان تعليمي هي مكان جمالي جدا جميل، وحواليه حتى عم بيكون هيدا الخضار وهيدا، فيمكن للمكان والناحية الجمالية أضفت على هذه المنطقة كثير من الجمال ومن خلينا نقول الصحة حتى للمدينة. فعلا هي مكان جدا مميز، متحف طبيعي خلينا نقول، واستوديو أيضا جدا جميل طبيعي جميل بهذه المدرسة اللي مثل ما ذكرتي هي مكان تعليمي وأيضا ناحية جمالية بمدينة اللاذقية. لنحكي أكثر عن هذه المدرسة بيسعدنا يكون معنا بالاستوديو الدكتور ربيع زينة مدير مدرسة بوقة الزراعية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. سعد صباحكم بكل خير. سعد صباحك. سعد صباحك دكتور. صباح الخير بحضرتك. بالبداية يعني عم نحكي عن هيدي الناحية التعليمية والجمالية بمدرسة بوقة، يمكن كتار مثل ما قالت مها ما زاروها بشكل مباشر، ولكن يعني لمجرد المرور من هيدا المكان بتحس انه في شيء مميز صحيح. موجود بهيدا المكان، فخلينا نحكي عن هيدا الموضوع، قديه يعني اضافت للناحيه التعليميه هيدا المكان من خلينا نقول خبرات وجمال ايضا. صباح الخير لكم وللمشاهدين. ثانويه بوقة الزراعيه هي صراحه ورمز مميز على مستوى الوطن. هي بامتياز مؤسسه تعليميه بوضع الراهن. تقوم بمهام التعليم للمرحلة الثانوية، التعليم المهني، بالإضافة إلى الجانب التربوي، وهي تتمتع بإرث ثقافي وهي لها لائحة التراث السوري، ومؤخرا صدر قرار باعتبارها صرح أسري. أيضا الثانوية تجاوز عمرها حوالي 100 عام، 102 بالضبط، بنيت في عام 1920 وتم الانتهاء من بنائها 1922 على يد راهب فرنسي، وكانت آنذاك مركز تبشيري، ثم انتقلت بعد العديد من السنوات إلى مركز تدريب مهني، كانت تدرب أهالي المنطقة في محافظة اللاذقية وباقي المحافظات على مهن عديدة، منها الزراعة والحدادة والنجارة وإصلاح المعدات والآلات اللي كانت موجودة آنذاك، بالإضافة إلى مهنة التمريض. وأنا على الصعيد الشخصي أعرف شخص في منطقة بوقة درس في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي مهنة التمريض وتحضير المستخلصات الطبية من الأعشاب، وكان بارعا في عمله. بعد جلاء الفرنسيين انتقلت إلى مهمة التعليم بشكل أساسي، وكانت تستقطب طلاب من جميع محافظات سوريا آنذاك ومن الوطن العربي حتى، يعني أنا عدت إلى كثيرين من الزملاء الذين تعاقبوا على المديرية، بالإضافة إلى مديرية الآثار ووزارة الزراعة. كانت تستقطب طلاب من الوطن العربي بعد جلاء الفرنسيين، ووقتها كانت تعتمد نظام المدرسة الداخلية. حتى صدر مرسوم جمهوري بإحداثها ثانوية مهنية وتخصصت بالزراعة. بالوضع الراهن هي مؤسسة تعليمية بامتياز، تعتمد خطة درسية وفق المناهج المعتمدة من وزارة الزراعة فيما يخص المهنة الزراعية بشقيها أو بالاختصاصين الموجودين في المدرسة، تضم اختصاص الزراعة واختصاص البيطرة. لدينا خطة زراعية معتمدة في مديرية التعليم الزراعي في وزارة الزراعة فيما يخص المواد الاختصاصية، بالإضافة إلى المواد العلوم العامة والثقافية المشتركة بين ثانويات التعليم المهني بكافة اختصاصاتها في سوريا مع وزارة التربية. الثانوية تضم كادر مميز جدا من مهندسين زراعيين متخصصين في جميع الاختصاصات، بالإضافة إلى أطباء بيطريين مميزين أيضا، كادر رائع جدا يقوم بواجبه التعليمي والتربوي بشكل أساسي، بالإضافة إلى أساتذة مختصين بالمواد الثقافية سواء اللغة العربية أو الرياضيات أو الفيزياء والكيمياء.
او التربيه الوطنيه او التربيه الدينيه. دكتور يعني احنا عم نحكي عن هذا الموضوع، هذا الجانب التعليمي، يعني عم نحكي انه في تميز كمان من الطلاب، ويمكن احد باحدى السنوات كان في طالب حصل على علامه عاليه من مدرسه البوقه الزراعيه، كان من الاوائل على مستوى سوريا. بدنا نحكي ايضا عن الجانب الجمالي اللي هلا احنا عم نشوف صور لل بعض اللقطات للمدرسة اللي بيميزها فعلا، اللي هي الكرمة العذراء، وهيدا اللون الجمالي جدا، يعني خلال كل فصل في عنا لون بيعطي رونق خاص وجمال جدا للمدرسة. فنحكي عن اهتمامكم انتو كإدارة وككادر ايضا موجود بهيدي الناحية الجمالية، يعني ايضا الطلاب لهم علاقة بهيدا الموضوع وشركاء بالاهتمام بالمدرسة. صحيح. للتنويه، بالعام الماضي كان الأول على سوريا، قبل ما نحكي عن الشق الجمالي لو سمحتي لي، كان الأول على سوريا في المدارس المهنية هو طالب من ثانوية بوقة. طبعا هي واحدة من عشرات الثانويات المنتشرة في جميع المحافظات السورية، والتي تتميز أيضا باقي الثانويات بكوادرها، وكان من العديد من الثانويات هم من الأوائل تمام. ايضا كما محافظة اللاذقية وثانوية بوقة بالتحديد، لانه المحافظة اللاذقية فيها اكثر من ثانوية مهنية. تعقيبا على الشق الجمالي، اسمحي لي اذكر ما معنى هي رسميا الثانوية، هي الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية باللاذقية بوقة، بقرار احداثها تسمية الرسمية هذا الاسم المتعارف عليها بالمجتمع هي مدرسة بوقة الزراعة. أنا يعني استقصيت من أين جاء اسم بوقة. بوقة عدت إلى معجم المعاني، جاء من جمع أو بوقة، يعني جاء إنسان وعمل باقة من الورود، والمتعارف عليه قدمنا باقة ورود أو أزهار مع أوراق تزيينية أو أجزاء من النباتات، حصلنا على باقة من الورود تعبر عن الجمع. فسميت بوقة لما كانت تحويه وقت إنشائها ولحد الآن للوقت الراهن من ورود وأزهار وطبيعة جميلة وغناء تطفي رونق أخاز جدا، يعني على حرم الثانوية، بالإضافة إلى بنائها الذي اعتبر آثار ذو طراز معماري ورونق رائع جدا ومميز. فجاء اسم بوقة من جمع ما هو جميل من الطبيعة. هناك أشياء جمالية كانت موجودة في المنطقة عند إنشاء الثانوية كطبيعة موجودة في هذه المنطقة، أضيف عليها عبر عشرات السنين ولحد الآن ضمن الكادر الموجود، هناك كادر من المهندسين الزراعيين المتخصصين بالإضافة إلى كادر خدمي يقوم بالعناية بهذا الغطاء النباتي المتنوع جدا، وخاصة الحدائق الموجودة دائما هناك اهتمام بالترتيب بالتنسيق بزراعة بعض الورود الحولية سواء صيفية أو شتوية، إضافة إلى الشجيرات والأشجار الموجودة بشكل طبيعي. في أشجار معمرة أيضا ضمن الحرم المدرسي، هناك أشجار عمرها عشرات السنين يصل إلى 80 أو إلى عمر إنشاء المدرسة، تتميز بغطاء نباتي متنوع شجري، يعني سواء السرو العادي أو السرو الفضي أو العفص الشرقي أو الأرز اللبناني أو الحبض من أشجار حراجية وغير حراجية. تضم أيضا حقول للتدريب، أيضا هناك اهتمام بهذه الحقول من أجل إعطاء المعلومة الجيدة والصحيحة للطلاب. تتميز بيوجد حق الحمضيات بالإضافة لحق الزيتون، أنواع فواكه أخرى مثمرة متنوعة بالإضافة إلى الأشجار التزيينية الموجودة في حرم الثانوية، وأهمها هو الكرمة العذراء، الشجرة المتسلقة والتي تضفي طابع ورونق مختلف تماما لطبيعة تعرشها على المبنى وعلى الأماكن الأخرى ضمن الثانوية، فيتمتاز بلون أخضر داكن في فصل الربيع مع بدء النمو، يضفي جمال يعني واضح جدا وأخاز. تستمر حتى نهاية الصيف مع بدء الخريف، تبدأ الأوراق تلون باللون الأصفر، يصبح باهت بعض الشيء، يبدأ بالتلون مع دخول نهاية الخريف تقريبا باللون القرمزي الجميل جدا. مثل هذه الأوقات يعني أدعوكم للزيارة ورؤية الموقع، يعني منظر جميل جدا جدا، راحة للنفس
هو بحفز الطلاب يمكن اكثر على الدراسه، هيدا المنظر اللي هنا الموجود هذا الخضار وهذه الاشجار. صحيح صحيح. الطبيعه يعني عم يدرسوا ضمن طبيعه. هي واحده من ما تتميز به ثانويه بوقا، هذا الحرم الجميل جدا من الحدائق والحقول والاشجار التزيينيه، تضفي عليها يعني صفة مميزة عن غيرها من الثانويات. حتى يعني صارت بفترة معينة هي مكان ليتصوروا فيه الناس جلسات تصوير بالأعراس وبالأطفال، حتى يعني بتضفي على الصورة جمالية كثير حلوة. فهذا الموضوع يمكن بده عناية كثير، بده متابعة كثير. خلينا نعرف أكثر كيف عم بتتابعوا هذا الموضوع. هل مشاريع الطلاب اللي ممكن تكون موجودة هي ممكن تكون العناية بهدون الورود بهدون الأشجار الموجودة؟ هي واحد من الجانب العناية هو الطلاب مع الكادر الخدمي بإشراف المهندسين المختصين. العناية بالحدائق هي واحدة من مواد التدريسية، زيني وتنسيق حدائق. تمام. الكادر الذي يدرس هذه المادة وهو متميز في الثانوية دائما يكون مشرف من خلال المعلومات النظرية التي يعطيها، وينزل إلى الحقل يقوم بتطبيق هذه المعلومات عمليا على أرض الواقع مع متابعة يومية حسيسة تضفي هذه الجمالية. نقوم باستخدام أنواع تزيينية على مدار العام، يعني سواء بالأثناء العام الدراسي أو بفصل الصيف، العناية مستمرة من خدمات وري وجميع ما يتطلب من المحافظة على حتى بالصيف بيكونوا موجودين الطلاب، ممكن يزوروا الثانوية ويعتنوا بال يبقى الطلاب على تواصل من متابعة النتائج الامتحانية، طلاب المرحلة الثالث ثانوي لمتابعة النتائج الحصول على الشهادات، والمدرسة بطبيعة الحال تستمر بالدوام حتى في فصل الصيف. طبعا إشراف على المشاريع أيضا بتكون ضمن المدرسة للطلاب، من ممكن يكون مشاريع تربية بعض الحيوانات. صحيح. مشاريع صغيرة أو مشاريع زراعية أيضا صغيرة للطلاب بإشراف الكادر التدريسي. صحيح صحيح. المشاريع تستمر يعني في حال وجود مشروع فيه كائن حي تتطلب العناية بشكل دائم، حتى بفصل الصيف لمتابعة هذه المشاريع يقوم الكادر التدريسي بتفقد هذه المشاريع ومتابعتها والمحافظة على ديمومتها من أجل طلاب العام القادم وضمن الخطة الدراسية، وهكذا تستمر هذه المشاريع. وهي فرصة، والجانب الأهم هي كتعليم مهني للوصول بالطلاب إلى مستوى يستطيعون من خلاله بعد إنهاء المرحلة الثانوية لقصد سوق العمل أو في حال الدخول إلى المؤسسات الحكومية عبر الوظائف أو المؤسسات الخاصة الشركات الخاصة، أو الطلاب الذين يكتسبون المهارات يمكن لهم بكل سهولة البداية في تنفيذ مشاريع تعود لهم بالعائد الاقتصادي وتحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ومساهمة بشكل أو بآخر بجميع الاختصاصات في تنمية المجتمع السوري. تماما، مثل ما ذكرت دكتور، يعني دائما عم بيكون في دراسات بهيدي الثانوية لوجود مشاريع يمكن، وحتى تطوير. يعني بنعرف دائما حتى المجال الزراعي في تطوير مستمر، في إدخال أنواع معينة، تجارب معينة ممكن نحن ندخلها على سوق العمل. شفنا الفترة الماضية كان في إدخال الفواكه الاستوائية. هل صحيح. عم بيكون في تجارب معينة لمدى خلينا نقول فعالية هيدا الموضوع بالنسبة للتربة السورية، قدام ممكن هي تكون منتجة أو جود عالية أو غير جيدة مثلا ممكن تكون أو تناسب البيئة؟ صحيح. بالنسبة لما هو جديد يقدم الكادر التدريسي وفق المناهج والمتابعة أيضا من قبل الكادر، ما هو جديد سواء على صعيد المعلومات النظرية أو التطبيقات العملية داخل حرم الثانوية، هناك مشروع صغير لأحد الطلاب قام بزراعة نبات الدراغون وهو مدخل حديثا، وبدأ الطلاب تدربوا على هذا النوع من المشاريع. لدينا مشاريع أخرى ضمن الخطة الدرسية، من مادة النحل مثلا لدينا مخبر خاص بالنحل يتعرف فيه الطلاب على جميع مكونات وأجزاء الخلية وأساليب الحديثة لتربية النحل، وما هو غير متوفر أو ليس ضمن إمكانيات الثانوية نقوم بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ضمن المحافظة والقيام بجولات علمية
تطبيقية للطلاب إلى هذه المؤسسات، سواء المناحل الخاصة أو ما يخص مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي. تتم هذه الزيارات بالتنسيق مع دائرة التعليم الزراعي في وزارة الزراعة، والتواصل مع المؤسسات التي تقدم لنا التطبيقات العملية والمعلومات الهامة في سياق عملها وتخصصها. مؤخرا قمنا بزيارة الهيئة العامة للسروي السمكية، منشأة تربية الأسماك في 16 تشرين. العمل يتم ينقل من خطوة أثناء التعليم إلى المجتمع مباشرة. القصد، أحد الطلاب كان والده لديه مزرعة تربية أسماك، فكان ينقصه بعض المعلومات، بعض العقبات لم يستطع أن يعني يتفاداها بالوقت المناسب. في هذه الزيارة استفاد بشكل عملي وعلمي، يعني خلال الزيارة مع الأستاذ المدرس المتابع، مع الزميل المهندس رئيس وحدة التربية في 16 تشرين، قدم لهم جميع المعلومات الهامة على أرض الواقع مع المشاكل والعقبات التي تعترض هذه العملية. فالطالب نقل هذه المعلومة إلى والده، واكتسب هو الخبرة كونه يعمل مع والده. إذن هو تأهل، يعني هذا على أرض الواقع وبشكل حقيقي تأهل لأن يكون صاحب مشروع في المستقبل ويكون له دخل، ويعني اكتسب خبرة، شخص فعال في المجتمع. دكتور تماما، هون في جانب مثل ما ذكرت هو نظري وعملي أيضا للطلاب لاكتساب الخبرة أكثر. يعني من لكم يعطيكم ألف عافية، والتميز دائما لهذه المدرسة، وخاصة بعد ما تم إدراجها ضمن لائحة التراث السوري مؤخرا. كل الشكر لكم الكادر التعليمي التدريسي الإداري وأيضا الطلاب اللي موجودين ضمن هذه المدرسة، ودائما يكون في اهتمام أكثر وأكثر لتبقى صرح متميز تعليمي وجمالي بمحافظة اللاذقية. شكرا لوجودك معنا اليوم دكتور ربيع زينة، مدير مدرسة بوقة الزراعية. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لوجودك معنا، نورت صباحنا. أهلا وسهلا.